معقول. فريدة انت بتشتغلي هنا من امتى؟ وانت مالك؟ اكيد طبعا مش عايزة حد مننا يعرف انك سوري. يعني وفري على نفسك الكام سوري الجايين. انا ما بعملش اي حاجة غلط ولا عيب. اه طبعا ما انا عارفة انك ما بتعمليش حاجة عيب. واحدة زيك مثلا وفي الظروف ديت اكيد لازم تشتغل اي شغلان. امال هتاكلي وتشربي منين؟ انا مش فاضية لك وعندي شغل. اه ما انا جايلك في شغل. كريم طلب مني ان انا احجز كابانة على البول علشان طبعا عايزين نقضي الويك اند مع بعض. بس طبعا مش هينفع. مش معقولة لو كريم هنقعد ناخد تين. انت هنا يا عيني واقفة على رجليك تستحملي غلاسة اللي يسوى اللي ما يسواش. اديكي قلتيها اللي ما يسواش. خلص ولا لسه؟ هو ايه اللي خلص؟ الكلام اللي انت حافظاه وجايه تسمعيه لنفسك طول السكه. لا ده انت خيالك واسع جدا. خيالي واسع؟ ولا انت عرفتي ان انا شغاله هنا وقلتي ان انت ما تضيعيش الفرصه الفظيعه دي وتيجي هنا علشان تبردي نارك، صح ولا غلط؟ تصدقي ان انت قلبك اسود وكارهه كل الناس وما بتحبيش غير نفسك يا فريده؟ يا حرام مسكينه يا حياتي. لمي لسانك واحترمي نفسك. انت عارفه انت بتكلمي مين؟ انت بتشتميني إيه؟ انا؟ ايه ده ايه ده؟ انت بتشتمي الجيست؟ مستر عادل انت مش عارف ايه اللي انت مخصوم منك 5 ايام. احنا اسفين جدا يا هانم ومستعدين لاي طرديه. طرديه ايه وخمس ايام ايه؟ دي ما يكفيهاش 5 ايام، واحده زي دي المفروض انها يتقطع لها لسانها عشان تعرف تتعامل مع الناس المحترمه. اخرصي، قطعي لسانك انت واللي زيك. لا انت زودتيها قوي يا فريده. مش قلت لك؟ 5 ايام مش كفايه، المفروض ترفدوها احسن. خايف على الجيست؟ انا بقى سايباها مخدره. افرح.